والله العظيم ملينا، يعني الحين قمنا ما ندري حتى وين نروح، وين نسافر، شنو الدول الآمنة اللي فيها مثلا أقل أعداد بالكورونا مثلا، اللي حتى هذا الماسك اللي ملينا منه ما نبي نلبسه فيها. فتتوقعون وين هذا البلد اللي ما نلبس مثلا فيها ماسك اللي تكون آمنة ونقدر نسافرها الحين ومفتوحة للجميع؟ هلا بالمالديف. اي نعم المالديف، وبهالفيديو راح تشوفون خلاصة زيارتي لها لمدة 4 أيام. لكن في سؤال على طول اسمها عن المالديف، تتوقعون شنو؟ من اول ما جينا وقاعد يسالون الناس قاعد يقولون يعني عادل انتم رايحين شباب مثل مع بعض، احنا اللي نعرفه ان المالديف للمتزوجين، المالديف لشهر العسل، فشلون شباب رايحين مع بعض؟ تصلح للشباب ما تصلح؟ شو السالفه يا عبد الرحمن؟ انا طبعا من وجهه نظر شخصيه صار لي تقريبا 4 أيام هنا موجوده بالمالديف. لحظه عبد الرحمن، خلينا نعطي فرصه للمتابعين يشوفون ويحكمون بانفسهم، وراح نرجع لك باخر الفيديو. زين، خلونا نرجع لبداية الرحلة لما حجزت للمالديف على طيران الإمارات، وأبداً ما توقعت أن مسافة الرحلة من دبي للمالديف بس 3 ساعات وربع. وأول ما توصل على طول من باب المطار إلى باب القارب اللي يكون الفندق موفر لك. هلا بالمالديف، الحين ماخذين القارب ومنطلقين إن شاء الله إلى تاج إكزوتيكا المنتجع مالنا، ونروح. كلها بس 2 إلى 3 دقائق بالقارب وتبدا تشوف المايل الكريستالي اللي بالعاده نشوفه بالصور. شيء مو طبيعي يا جماعه، الالوان ملعوفه باللايت روم بالفوتوشوب تبارك الرحمن. شوف الالوان، شوف شوفني غامج هناك كم فاتح. طبعا المنتجع مالنا قريب تقريبا 15 دقيقه بالقارب، لكن الماي هذا حوالينا المنتجع مالنا الصراحه يعني انقى ماي شفته بحياتي، واحلى لون ماي شفته بحياتي. السراج شيء مو طبيعي، يعني توقع تحت بعد 20 متر تشوف كل شيء ليل او يتم استقبال الزوار على الطريقة التقليدية بالطبول والزي المالديفي. صدقوني هذا أحلى استقبال صار لي بحياتي كلها. شو المكان؟ تعال تعال شوف الدنيا، تعال خلينا نشوف، شوف شوف السويت مالنا. تعال تعال تعال. يا سلام، تخيل شوف البانيو كذني على الماي على طول. شوف لا 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 لا، شوف الغرفة، شوف شوف. ويلكم تو تاج اكزوتيكا، شوف الاطلالة، شوف 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 القعدة. يا جماعة أنا أول مرة أشوف عادل شيء منبهر. والله صدق، والله شوف مسبح خاص، ها، وعلى الماي بعد، وتبي تطب هناك كيفك. يا سلام، صراحة شيء خيال، ولا مرة بحياتي عيني شافت بحر كذي. فصراحة شكلها راح تكون تجربة خطيرة، وبتشوفون في هذا الفيديو كل شيء راح نسويه وكل أنشطة داخل الفندق. زين المالديف، أنا ليش لابس هذا لحد الحين؟ بسخة المالديف ليش ما نلبس فيها ماسك؟ هذا السؤال وايد نسأله. ما نلبس فيها ماسك لان كل الناس اللي جايين هني الزايرين والسياح مسوين بي سي ار ومسوين مسحه قبل لا يوصلون، وحتى موظفين الفندق يعني ما يقدر يدش الجزيره هذه والفندق هذه الا يكون مسوي المسحه، فابدا ما راح تحس بخوف. لكن ايضا اي واحد بيسافر للمالديف لازم تسوون اللي هو يسمونه الهيلث ديكلاريشن، هي فورما قبل لا تسافر، مثلا قبل سفرتك ب 24 ساعه فورما لازم تعبيها. هذه هي صفحه موجوده هني لازم تدخل عليها، الرابط مالها حاط لكم اياه تحت. اي واحد جاي المالديف قبل سفرتك ب 24 ساعه دش الرابط هذا وسجل فيه وحط جميع معلوماتك، راح يعطونك كيو ار كود علشان لما تيجي المطار راح يطلبونه منك، فخله معك على طول. تبون الصراحه ماني مصدق ان الاشياء اللي كنت اشوفها بالفيديوهات والصور انا الحين عايش فيها. وفوق هذا موفرين لك شخص خاص يخدمك 24 ساعة. هاي هاي مستر عادل. المكان يبتشي هني، شوف شوف. واحد من اقوى المنتجعات اللي زرتها. اي والله حياتي. تخيلوا شوف شوف المايل، شوف المايل الازرق هني شلون؟ كذي قدام الفيلا مالتك. يعني صراحة هذه كنت الاشياء بس اشوفها بالفيديوهات،
واشوفها بالصور. استرخيت ولا ما استرخيت؟ اي والله يعني صراحه راحه كذي ريلاكس شيء مو طبيعي. سبحان الله يعني الجزيره تخيلوا عرضها بس 30 متر صايره كلها كذي بالطول. انا صراحه اتوقع اقل اصلا من 30 متر. اي يعني شو هذا البحر تركض من الشاطئ تروح الشاطئ هنا على طول خلال ثواني. يعني تحس انك قاعد بغابه. تشوفون الشير هنا شلون صاير، تحس انك قاعد بغابه وهي بس مجرد يعني جزيره كذي جايه بالطول كانها قلم. اصفى شاطئ واكثر رمل ابيض على الشاطئ شفته بحياتي صراحه هني بهذا المكان. شوف شيء مو طبيعي، شوف البياض، شوف بياض المكان الشاطئ، شوف الماي شحلاته ما شاء الله. يعني صراحه شيء ومكان يفتح النفس. كل هالحماس والوناسة وإحنا بعدنا باليوم الأول وما سوينا أي أنشطة أصلاً. يعني أكيد إن شاء الله بكرة بيكون يوم أكثر حماس ومتعة. والحين أقدر أقول لكم صباح الخير من المالديف، لكن مع هالأجواء والمكان الحلو شلون تتوقعون بيكون فطورنا؟ الفلوتينج بريكفاست أو الفطور العائم. يا عيني في أحلى من هذا الدلع؟ ما عليكم الحركات التمثيل هذه، ترى خلف الكواليس المنظر يخرع. ما عليه، سامحوني على هالمناظر اللي خربت جو الفيديو. فخلونا نبدأ مع أول نشاط لنا اليوم اللي هو إكس جيت بلاي. هذه من النوادر اللي يعني في كذي واحد من الأنشطة وتلقوني أنا مو متحمس صراحة، لاني احس اني لازم اخذ كلاسات، لكن الريال مع انه اول مره بس متحمس. والله راح اتطور لان احس انه شيء حلو ما يتطوف. والله حتى انا صراحه، بس شنو؟ ما ادري، احس اني لازم اخذ كلاسات. شنو هو؟ البليت هذه. شوف تركب كذي وتطير فوق تروح. منهم الاعتراف يا جماعه، عادل خاف انه يتصفق بالبحر وايد. صح. Slightly bend your right knee, it will take you on the right side. And if you bend your left knee slightly, it will take you. والله تعليمات وايد صراحة. ها تعليمات. لازم يبي لازم أخذ كلاس. عبد الرحمن جاهز؟ إيه جاهز. يلا. بس شو رأيك بالماي؟ الماي أصفى من حياتي. هم أختار بدل. وين مهالي ده؟ ها عبد الرحمن شلون التجربه؟ والله زينه، بس يا ابو عدو مثل ما قلت تصفقت مرتين بالبحر. يا سلام. يبيها شوي تدريب. إيه؟ من هني صبعك هذا لهني جسمك كله يكون شاد داخل، لان كله يعتمد على التوازن. بس كاول تجربه زينه يعني هي، بس ترى خطره يعني مو شمتنك رايح، لا شوي شوي هد اللعب. زين الاكس جي طافني، لكن اكيد السنوركلينج لازم ما يطوفني. يعني تخيل نفسك بالمالديف ومع هالماي الصافي وما تسوي سنوركلينج، اكيد ما يصير. الصراحة انصدمت من الأعداد الكبيرة للسمك وأشكال وألوان ما تتوقعونها سبحان الله. السمكة هذه قعدت فترة طويلة وهي مقابلتني. تتوقعون تبي تقولي ممنوع التصوير مثلا؟ والحين بعد ما قضينا ساعتين بالسنوركلينج أبي أوريكم شيء وايد حلو يصير هني بجزر المالديف. مثل ما تشوفون بالجزر هني على طول عندهم إطعام اللخمة. اللخم هني يجون على الشواطئ بالجزر ينطرون الأكل كل يوم بنفس الوقت تقريبا على الساعة 5 4 ونص كذي العصر أو قبل المغرب. فكل يوم نفس الشيء ونفس الوقت، ما عدا تخيلوا يوم واحد بس ما يوفي
اللخم هني مايو على شواطئ شتوقعون شنو هو هذا اليوم؟ اليوم اللي كان قبل تسونامي. سبحان الله اللي عطى الحيوانات الدراية بتسونامي وحتى البشر ما دروا عنها. تتوقعون لو احنا درينا بتسونامي قبل بيوم نفس اللخمة كم روح تم انقاذها؟ لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. يعني اللخمات شلون اذكياء، انها ترى معناها انه خلاص خلص الاكل، شو يسوي؟ ينظف الكيس كذي بالماي ويصب عليهم، ترى انه خلاص خلص الاكل، فهم يفهمون ويروحون ونشوفهم باكر. مع السلامة، نشوفك باكر. وبعد ما ودعنا اللخمة، خلنا نشوف راي عبد الرحمن بالمالديف اللي كان يبي يقول لنا بداية الفيديو. صراحة أحس أنها صح تنفع للعوائل أكثر، للناس المتزوجين واحد زوجته، ليش؟ المالديف تتميز بالهدوء بالخصوصية، الفلل البرايفت، فأحس أنها مناسبة أكثر للعائلة بشكل خاص واحد زوجته. الشباب يحبون الهيصة والزحمة والإزعاج، فتخيل جايين جروب شباب هني بيخربون على كل المتزوجين المتزوجين الموجودين بالمالديف. أنتم قولوا لنا شنو رأيكم؟ إحنا طبعًا جايين هني جايين نفتك من الكورونا وجايين نصور ونوريكم فيديوهات حلوه، فيعني بعض المرات ممكن ما يناسب منها والله مثلا تكون زوجتك معاك، فانت مو معناها انك مثل ما تروح. فخلونا نشوف شنو رايكم تحت بالتعليقات، تشوفون ان المالديف بس للمتزوجين ولا عادي تكون لاي احد؟ حطونا تحت تعليقاتكم. وقبل لا انهي الفيديو اشوف ضروري ان نشكر الموظفين اللي بالمنتجع اللي كانوا طول الازمه اللي فاتت عالقين بالجزر وبعيدين عن اهلهم وبدون عمل، وبالرغم من كل هالظروف أنا متأكد إنهم ما فقدوا ابتسامتهم اللي ورا الكمام. وأخيراً أتمنى إن الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه، فلا تحرمونا من اللايك والنشر للفيديو. وإذا حابين تعرفون معلومات أكثر عن المالديف ضيفوا حسابي بالإنستغرام وتابعوا التغطية اللي حطتها لكم بالهايلايت بحسابي. أشوفكم في فيديوهات قادمة ومع السلامة.